فعلا قبل قليل أنهينا المرافعة في هذا الملف الماراثوني في على مستوى مرحلة الاستئناف، وكما صرحت لزملائكم قبل قليل فإن هذه الجلسة كان فيها مستجد هو أن مؤازرتي قادمة في حالة صراح بعدما قضت محكوميتها، والمحكمة بعدما الدفاع باقي المتهمات رفعوا والنيابة العامة عقبات على مرافعة الدفاع قضت بحجز الملف للمداولة لنطقي بالحكم في الجلسة المقبلة الأربعاء المقبل 27/1 إن شاء الله الرحمن الرحيم، غيكون غنسمعوا الحكم المترقب من الجميع الذي يترقب الجميع على مستوى مرحلة الاستئناف. على مستوى المرحلة الابتدائية موكلة ديالتي راه حكمت بالبراءة فيما يخص واحد الجنحة التي تربطها بالملف حمزة مومبي، يعني أن المرحلة الابتدائية برأتها براءة تامة في علاقتها بملف حمزة مومبي من خلال بسطنا لأوجه الدفاع ديالنا وتقديم لنا لأدلة اقتنعت المحكمة بأنها فعلا هي أدلة قوية تنهض ببراءة ديالها، كما قامت كذلك بالحكم ببراءتها من أجل كذلك بالتدخل في غير صفة في وظيفة عامة باعتبار أن موكلتها ما عمرها تدخلت في شيء وظيفة عامة، دانتها فقط من أجل جنحتين اللي هي جنحة النصب وجنحة انتحال صفة نظام القانون شروط اكتسابها، مع العلم أن التوجه الذي كان لدى المحكمة الابتدائية وكذلك محكمة الاستئناف أنه حينما يتم يكون المبلغ ضئيل ويكون التنازل ديال الطرف المشتكي فإن المحكمة دأبت على متابعة المتهمين في حالة صراح والقول بعقوبة موقوفة التنفيذ، حنا تفاجأنا بكون هذه العقوبة هي قاسية في حق موكلة ديالي وحنا دافعنا من أجل البراءة ديالتها ونحن نؤمن كذلك ببراءة ديالها. لنطق بالحكم الأسبوع المقبل الأربعاء المقبل على الساعة اليوم 27/1 على الساعة 9 صباحا. هو بالنسبة للأحكام فهي خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة، وبالتالي ما يمكنش نقول جازمين بأنه راه نفس المتابعات وبالتالي نفس العقوبات، لأن المحكمة تراعي في استصدار أحكام أو في نقل الأحكام ظروف شخصية لكل متهم، تراعي كذلك جسامة الفعل الجرم المرتكب، تراعي كذلك وجود قرائن أو أدلة تثبت إدانة لها، بحيث أن الموكلات في هذا الملف المتهمات في هذا الملف كما كتعرفوا المحكمة صرحت بالبراءة ديالتهم مجموعة من المتهم وأدانتهم من أجل تهم قليلة فقط، خلافا للملف السابق للملف المتابعه فيه المتهمات الاخريات، فهذا الملف المحكمه ادانت المتهمين من اجل جميع التهم المنسوبه اليهم.